اجتماع اليوم في البنك المركزي ومع قيادات البنك، واللي عارف انكم تشتغلوا في ظرف صعب. اولا لانه العلاقه بين الحكومه اول شيء والبنك علاقه مهمه جدا. البنك يتمتع بقانون يعتبر من ضمن القوانين الافضل في المنطقه، واللي حافظ على استقلاليه البنك كمؤسسه وركيزه اساسيه بالاقتصاد. وانا اقول ركيزه اساسيه مش فقط فيما يتعلق بالعلاقه بين الحكومه والبنك المركزي، لكن ايضا مع القطاع الخاص، التحويلات الماليه، النظام البنكي. الظروف اللي مرت فيه باليمن يعني تدمر اي نظام بنكي في اي دوله تشهد حرب زي الحرب اللي احنا فيها الان، انقلاب وتفاصيل كثيره جدا، انقسام مالي، اشكاليات كبيره جدا تعقد عمل البنك بشكل كبير. ويمكن رغم كل الملاحظات في بناء مؤسسي تم مع كل الادارات السابقه، وانتم الان تشتغلوا في ظرف صعب. الاشكاليه فقط انه مش فقط ظرف صعب علينا في اليمن، ظرف صعب في المنطقه والعالم. يعني احنا مرينا بتداعيات كورونا، وبعدين الان الحرب الروسيه الاوكرانيه، فكل ما يكون في تحقق او بناء يعني او تحسن في امور معينه نواجه فجاه باشكاليات كبيره جدا. الأخ المحافظ يبذل جهود كبيرة جدا، وكلكم، لأنه في الأخير هو عمل جماعي، انتظام الأعمال، ترتيب اللوائح الأخيرة اللي أقريتوها أسهمت بشكل كبير جدا في تقييم البنك لدى المنظمات أو الدولية ولدى البنك الدولي وصندوق النقد وغيرهم من اللي تابعوا معنا، باعتبار البنك المركزي أهم مؤسسة مالية ويعني تعمل وتدعم الاقتصاد بشكل كبير جدا. اي قرارات دائما في اي، انتم عارفين اي قرارات البنوك المركزيه في العالم يتاثر فيها كل الحركه داخل البلد. يمكن لدينا كثير من التحديات في المرحله السابقه، احنا كنا نواجه انه يتحول او تتحول العمله الى ورق، وهذا مخاطر. ويمكن كثير منكم شاهدوه في البدايه، كانت الطباعه مفتوحه بشكل كبير، اصدار نقدي بشكل كبير جدا، الى ان وصلنا الى مرحله، وهذا الموضوع كمان اخذناه على عاتقنا في الحكومه، لذلك يمكن الشد والجد بيننا وبين البنك المركزي، وهذه حالة صحية. لأنه زي ما تكلمنا أنه وبنك الدولة لكن يتمتع باستقلالية وقانون خاص. كثير من الشائعات، كثير من الأمور، لكن الناس ما تعرفش أنه إلى أي مدى واجهنا هذه التحديات معا حكومة وبنك مركزي، بحيث نوصل لمرحلة نتوقف عن الإصدار، وحتى يبقى المخزون النقدي يبقى عندك، بعدين هذا الموضوع تدرس موضوع الكتلة النقدية والتالف ويتم تعديله. وهذا الموضوع تطلب بشكل كبير جدا، لأنه تعزيز الإيرادات في ظل الحرب والنزاع كبيرة، يعني إشكالياتها كبيرة جدا. لذلك كثير من القرارات يمكن وتأثيرها على الناس بشكل كبير، لأنه أنتم عارفين إحنا لم يتم رفع الحد الأدنى من الأجور، القدرة الشرائية وهي مرتبطة بشكل كبير جدا بقيمة العملة. كل هذه التفاصيل شكلت لنا تحدي، وأعتقد أنه من فترة طويلة الآن ابتدت الأمور تلتزم بشكل كبير جدا، لأنه معكم الكتلة النقدية تشتغلوا على أدوات الدين الداخلي وترتيبها خلال الفترة القادمة، بحيث أنه الكتلة النقدية تخرج من يد الصرافين ترجع مرة ثانية للنظام البنكي والمصرفي. يعني يمكن أنك أنت راجع هذه الأمور حتى مع المالية، لأنه برضو المحاضر اللي توصلتم لها مع المالية في موضوع حساب سعر الصرف ساهمت بشكل كبير جدا. يمكن عندنا من يناير لمايو لأول مرة تقريبا نكون ماشيين مع بعض بدون عجز، وهذا الموضوع بيعزز الثقة عند الجميع انه ما فيش اصدار نقدي. طيب بنجي هذا الموضوع يحافظ على سعر العملة، والناس مش عارفين ايش التحديات الان، كيف حافظنا على سعر العملة؟ انتم عارفين احنا وصلنا في اكتوبر الى قريب ال 1600 ريال 1700 ريال، بعد رجع نزل الى حدود ال 900 الى 1000 بجهود الاصلاحات اللي تمت في انتظار الدعم، لانه لم يتم دعم خلال هذه الفترة بشكل كامل. فخلال يعني نتكلم على 7 أشهر تقريبا من العمل المتواصل والجاد من البنك المركزي ومن الحكومة، قدرنا نحافظ على هذه الأمور. ويمكن كنا على عندنا توقعات متفائلة جدا في فبراير قبل ما تجي تداعيات الحرب الأخيرة ترفع، يعني نعم في عندنا صادرات شحيحة من النفط الخام، واللي الناس ما تعرفوش أنه كل هذا النفط الخام يدخل في حساب البنك المركزي. يعني في كثير من الإشاعات والمغلوطة، مع أنه كل الحسابات التي تدخل في البنك المركزي حسابات اللي هي في البنوك المراسلة، ونغطي فيها جزء من النفقات اللي بالعملة الصعبة، واللي نحاول قدر الإمكان نقللها مقابل أنه، وهذا الموضوع يمكن ساعد بعض الأحيان. إشكاليتنا بالصيف، وأنتم عارفين وقود الكهرباء، لأنه مع انقطاع المنحة وتوقف الدعم شكل لنا عبء، لكن قادرين على الأقل نواجه هذا الصيف
المبلغ الذي يحرق بشكل كبير جدا في مقابل إيرادات ضعيفة جدا من الكهرباء. هي إشكالية معقدة لسنوات، حلها بيأخذ شوية وقت، لكن المهم أن نتعدل الإشكالية حق الصيف هذا بشكل كبير، والباقي بيجي يعني في مرحلة لاحقة. في أمور معينة يمكن في تعزيز العائد من العملة الأجنبية أو النقد الأجنبي، أعتقد هذا اللي يهمكم كبنك مركزي، خلال الفترة القادمة خلال أسابيع بيزيد عائدتنا من النقد الأجنبي مع بعض الصادرات اللي بتزيد وبعض القطاعات، وهذا الموضوع يعني يشتغلوا عليه كثير في عدد من المؤسسات والهيئات. مواضيع متعلقة بالإيرادات الضريبية والجمركية في عمل عليها، أنتم عارفين كيف كان الوضع في 2018، شوية في 2019 بدأ التحسن، أول ما أخذنا القرار 49 يمكن زيادة في العائدات الجمركية كان في حدود 220% زيادة عن 2019، وبعدين مع زيادة السعر الدولار الجمركي يمكن زادت في حدود 82%. هذه كلها أرقام ساعدت شوية نحن نوصل لمعدل جيد رغم الإشكاليات في بعض الأمور في الشهرين الأخيرة، لكن برضو يناير مايو تقريبا الأرقام في حدود 295 مليار اللي هي الإيرادات الجمركية، أنا أعتقد هذا الرقم زيادة في حدود 45% عن العام الماضي، وهذه زيادة أعتقد مهمة جدا بتساعد في أنه تعزز الميزان بشكل كبير جدا، ويعني تحسن من الأرقام. في الأخير تقليص الإنفاق كان كبير جدا، يمكن ذكرت لكم في البداية أنه المخاطر أنه العملة أو الريال يتحول لورق فقط، وأنتم عارفين دول كثير سواء في المنطقة أو في العالم أول ما ترجع لدعم تضخمي على طول تتحول العملة إلى ورق، وهذا الموضوع يتحول كل التعاملات المالية، وإحنا كنا نشهد هذا المخاطر بشكل كبير مع نهاية العام الماضي أنه تتحول كل المعاملات بالعملة الأجنبية. هذا الموضوع أن إحنا يعني في انتظار الدعم اللي بيقدموه الأشقاء، لكن على الأقل هذا التحسن اللي تم بإدارة معينة قدرنا على الأقل يعني نحافظ على قيمة العملة، وهذا هو الجانب الأساسي. في كثير من الأمور يمكن مواجهة التحديات فيها معا بيساعدنا بشكل كبير أنه نصل إلى بر الأمان. المواطن يعني قدرته الشرائية قلت، وتضخم عالمي في أسعار النقل، في أسعار الوقود، في أسعار في كل شيء، يمكن في تفاصيل معينة تناقش تساعد في أنه التسهيل النفط القادم يساعد أن احنا نجيبه من مصادر، أنه المواطن يحس، وأنتم عارفين بالنسبة لكم كبنك مركزي الدورة النقدية لأسعار الوقود هي الـ يعني عنصر حاسم أو فاصل في موضوع الضغط على العملة الأجنبية، لأنه في الأخير احتياجاتنا من النقد الأجنبي مرتبطة بإيش؟ بغذاء وسلع ووقود، والوقود يشكل شريحة كبيرة، ولما يرتفع سعر الوقود عالميا يزداد الضغط على العملة الأجنبية. يمكن القرار 30 شوية خلى هذه الأمور تحت رقابة البنك المركزي نوعا ما، وهذا الموضوع حسن بشكل كبير جدا في أنه ما يكونش في ضغط على العملة بشكل لا يراقبه البنك المركزي، وهذا الموضوع مهم عشان اشتراطات غسيل الأموال وغيره. تفاصيل كثيرة لكن هي مهم أنه المرحلة القادمة التحديات مش إحنا اللي نواجهها، إحنا عندنا تحديات مضاعفة فقط في البلاد فيما يتعلق نزاع، حرب، إشكاليات متراكمة، والبنك قام بدوره الوطني لكل البلد، كل يعني دور البنك المركزي هو سلطة النقد للجمهورية اليمنية، وهذا الدور تتأثر فيه اليمن بالكامل، وقام بدوره في كثير من الأمور في تغطية كثير من الأمور والنفقات والمرتبات حتى في 2019 لقطاع كبير من الموظفين قبل ما يعني تلقى الميليشيات إلى فصل النقدي واللي أثر بشكل كبير. لا مشكلة دائما مقر البنك المركزي في عدن يقوم بمهامه البناء المؤسسي اللي تم، شيء نفخر فيه في ظرف الصعب، وإحنا عارفين أنه إن شاء الله كثير من الخطوات تخططوا لها بتشهد النور أو بتر النور قريبا، وبتساعد بشكل كبير جدا في تطوير أنظمة البنك وهو الأساس، وفي تطوير أنظمة البنوك التجارية، لأنه في معنا شركاء في هذا الموضوع وهي البنوك التجارية وحتى مؤسسة صرافة بحسب الحوكمة اللي يقوم بها البنك المركزي، لأنه هذا الموضوع مهم حيث أنه يكون في شفافية في نظامك المالي، يقدر يتعامل العالم يقدر يتعامل مع البلد. التعقيدات المالية صعبة جدا في العالم، القطاع الخاص يحتاج إلى بنية سليمة قادر يشتغل فيها. في الأخير إذا سبنا الناس بدون ضوابط الناس يعني تميل إلى أنه ما يكونش في ضوابط، دائما لما يحطوا قيود الناس تضيق بهذه القيود، لكن هي القيود لصالح
الاقتصاد الوطني ولصالح حركة النقد. تفاصيل كثيرة احنا نشتغل عليها مع الأخ المحافظ وقيادة البنك فيما يتعلق بالتنسيق بين السياسة النقدية والمالية، وهي لا شك تحديات كبيرة جدا، من بابينها أيضا المتطلبات الخاصة بالدعم القادم من الأشقاء واللي يعلن عنه، واللي نتوقع أنه في حال يعني ترتيباته في المرحلة القادمة بتشهد نقلة كبيرة. يعني احنا اللي نقوم به الآن هو متوازي. كيف تصلح؟ والناس يتكلموا على إصلاحات، مش عارفين احنا الإصلاحات هذه تمر بغض النظر حتى قبل ما تجي اشتراطات الأشقاء والأصدقاء والمنظمات المانحة والمنظمات المالية الدولية، لأنه في الأخير أنت محتاج تصلح نفسك قبل. فلذلك لولا الحاجات اللي اتخذت ومع انقطاع الدعم لفترة طويلة جدا كان ممكن يحصل انهيار كبير. ما زالت الإشكاليات كبيرة جدا. تحديات يمكن الصيف، أنتم عارفين هي الصيف أصعب فترة دائما تمر بها كل المحافظات والسلطات المحلية، البنك المركزي وفروعه في كل الحسابات الخاصة بالمؤسسات الدولة، وهذا اللي يساعد شوية في الرقابة المالية، واللي أنتم عارفين كيف كان الوضع في 2015 و2016 و2017، إلى أن وصلنا إلى مستوى معين ومستوى من التنسيق والإقفالات اللي تساعد أن احنا نراقب النظام المالي بشكل كامل. ما زال قدامنا تحديات طبعا، في أشياء كثيرة ما زالت تحتاج إلى ضبط في بعض الأمور في بعض المحافظات في بعض السلطات المحلية، لكن في أمور معينة تحسنت، ومهم مراقبة هذا الإنفاق، وهذا العمل عمل مالية طبعا يعني بشكل كبير. أعتقد أنه هذا الموضوع يمكن يساعد خلال المرحلة القادمة في أنه يكون في تنسيق أكبر، وهذا اللي جاري الترتيب له، لأنه عشان نخرج من هذه المرحلة مهم فقط نواجه التحديات بالذات في طلب النقد الأجنبي خلال المرحلة القادمة. الفاتورة الواردات بنشوف كيف بنقدر نلبي طلب العملة الأجنبية. الموضوع المتعلق بتحقيق الأمن الغذائي والأشياء دي كله ممكن في آليات، يمكن هم طورتم آليات معينة شفافة فيما يتعلق بالمزادات، هذه لعبت دور شوية في كثير من الأمور، لكن بنشوف كيف ممكن ترتيب هذا الموضوع بحيث تستفيد أو يستفيد القطاع الخاص من احتياجاته من النقد الأجنبي، بالذات الآن مع أزمة القمح وأزمة عدد من السلع. فقط حبينا بس يعني نتحدث بشكل واضح وصريح أن احنا داعمين للبنك المركزي بشكل كبير في كل أعماله كحكومة، وكل ما يساعد على إنجاح أعمال البنك المركزي وكل الجهود الذي تبذل للبناء المؤسسي في البنك المركزي.